طبعا مفيش شك لسه كلامنا مستمر عن الثانوية العامة، مرحلة طبعا مهمة جدا بالنسبة للطلاب، مرحلة انتقالية بينتقل فيها طالب من مراحل التعليم الأساسي للمرحلة الجامعية، واللي بيبدأ فيها بقى يشكل مستقبله وزي ما بنقول كده إيه يشق طريقه بعد كده في سوق العمل. وبالتالي بتكون هذه المرحلة مرحلة مهمة جدا في بيوتنا كلنا. يمكن ده اللي خلى كل الأسر اللي عندها ثانوية عامة في مصر تتابع امبارح مؤتمر وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف، وهو بيعلن عن تغييرات هتدخل هذه التغييرات على نظام الثانوية العامة الجديد، وهتبدأ يوم 21 سبتمبر اللي جاي. هذه التغييرات بكل تأكيد هتأثر على طريقة التعليم في الثانوية العامة بشكل كبير. طبعا احنا هنشرح التفاصيل في فقرتنا النهارده في صباح الخير يا مصر، واللي هنتناول فيها ابرز ما جاء في هذا المؤتمر الصحفي خاصه فيما يخص التعليم المصري. تغيرات في المواد الدراسيه، الطالب هيدرس مش هيكون بيدرس كل المواد اللي كان بيدرسها من قبل كده، لكن تعديل كده في المحتوى وتوزيع المحتوى الدراسي على مدار السنه، ده اللي هيخلي الدراسه اسهل واقل ضغط سواء على الطالب او اولياء الامور وكمان المدرسين اللي بيقدموا المادة العلمية. طبعا هذه التعديلات هي تعديلات شاملة للثلاث مراحل، أولى وتانية وتالتة ثانوي، لأنه هيكون في تغييرات في كل المناهج، وهنشوف كمان إزاي التعديلات دي هتغير طريقة التعليم في المراحل دي، وهتخفف كمان العبء على الطلاب أولياء الأمور، وإحنا نفسنا نشوف الثانوية العامة في أفضل صورة بحيث إنها تخرج لنا أجيال تقدر تبني وتعمر مصر وتقود البلد كمان لنهضة كبيرة. بالفعل ده طبعا الهدف من التعليم، مخرجات التعليم وكيفية التفكير والتعلم وليس التعليم، يعني ده المفهوم الأوسع والأشمل، منهج التفكير إزاي نخلي الطالب يفكر بشكل علمي وسليم ومرتب وتخفيف الضغط في نفس الوقت واكتساب المهارات المختلفة اللي بيتطلبها الحقيقة فيما بعد سوق العمل، وبيكون أساسها من التعليم الأساسي مش بس الجامعي، لكن دايما البذرة اللي بنغرزها في التعليم الأساسي هي بتكون أساس بناء الإنسان، وبالتالي أساس بناء الطالب وزيادة الوعي الخاص به. وعلشان كده هيكون في تغيير في تطوير التعليم والمحتوى الخاص به والمواد اللي بتدرس. مرة تانية بنقول لحضراتكم صباح الخير يا مصر.